اهلا بيكي. اولا خلينا نتكلم على الفستان اللي انت هتهديه لبنوته النهارده تفرحيها، فلو ممكن تقول لنا الفستان يعني ممكن يناسب اي مناسبه مثلا. هو فستان سيمبل بسيط، مناسب لخطوبه، مناسب قراية لقراية فتحة. فاتحه، لسهره بسيطه، سهره عائليه كده يعني. هو سيمبل قوي وبسيط وما فيهوش تكلف يعني. جميل. هو انا لونه كمان عاجبني جدا، ويا ريت تقولي لنا تكلمينا عن الخامه اللي انت مستخدماها هنا في الفستان ده. انا استخدمت هنا الساتان اسمه التا موضه، حاجه بتبقى ناعمه وفي نفس الوقت مش خفيفه، تبين بروز الجسم قوي اللي بيبقى شكلها مبتذل مش لطيف. فبتبقى خامه ناعمه، احنا بنستخدمها مؤخرا بقالنا بتاع 4 سنين تقريبا. نستخدمها في معظم الفساتين السواري والويدنج، وهي خامه هايله يعني. كمان بتساعدنا قوي قوي ان احنا نطلع القطعه اللي في ايدينا بشكل راقي راقي ورائع برضه. انت زي ما نهى قالت، مش بس عندك الموهبه، انت كمان يعني دارسه. ايوه. فبتكلمينا عن الخامه وازاي ان هي ناعمه بس ما بتبينش، يعني بتخفي عيوب الجسم. الجسم ايوه، ما بينش تفاصيله. فانت بقالك قد ايه في المجال؟ انا بقالي في المجال فعلي تقريبا 11 سنه. وقت طويل. انا اصلا ثانوي فني. بعد ما خلصت الثانوي الفني دخلت معهد فن صناعي قسم ملابس جاهزه، وبعدين عملت دبلومه في مكان ما في مصر مشهور جدا، ودخلت في مشاريع من خلاله كتيره جدا، وبعدين عملت دبلومات في اقتصاد منزلي كتير زي التشكيل على المانيكان وباترون وديزاين. واتخرجت وعندي الاتيليه الخاص بيا، وفتحت كمان اتيليه تاني، وحاليا بدي كورسز وبدي ورش بعلم فيها الستات والبنات، والستات خصوصا الارامل واللي هم المعيلات، والبنات اللي حابه يعني تتعلم تصرف على نفسها، مش ما تعتمدش على حد. وانا بعمل لهم خصومات وحاجات عشان اقدر اساعدهم، وفي نفس الوقت بعلمهم بورش متكامله، مش مجرد مثلا ساعه او اتنين في اليوم، لا ده احنا بندي يوم واحد في الاسبوع بيكون ورشه كامله، قص وفينشنج وتقفيل وتلبيس، ومنعالج الديفوهات وكل حاجه. بيطلعوا من المحاضره من A to Z، مثلا هياخدوا النهارده الجيب هيفصلوها من A to Z، هتطلع بيها ملبوسه، هي طالعه من عندي لابسه الجيبه. فبتبقى مش مصدقه انا فعلا عملت ده. بقول لها كلنا نقدر طالما عندنا الموهبه وعندنا الحب ونقدر نشتغل على نفسنا ومع حد صح، اكيد هنطلع نتيجه جميله. بس انا ببقى انا وانت بتتكلمي دلوقتي انا مبسوطه جدا وانا بسمعك، وانت بتقولي انك علمتيها، يعني انه ده حاجه عملي مش بس. أيوة. انه نظري. انا ما عنديش ورقه وقلم. برافو. دايما بقول كده للبنات اللي بيقولي مش بيتعلم، انا ما عنديش ورقه وقلم غير لما بينفذها ويعملها بايده ومقصنا والمزورات بتاعتنا والماركر بتاعنا، وبنشتغل ناخد مقاسات. وبيطلعوا احنا بندي في مجموعه كويسه تقريبا 10 او 9 او 8 على حسب. فكلنا بنساعد بعض، اللي اتعلمت حاجه قبل الثانيه فبنفيد بعض. حلو. وبعد ما بتخلص البنات الكويسه اللي بحسها تقدر تكمل معايا وفي نفس الوقت عندها الموهبه، بتشتغل معايا في الورشه بتاعتي وبتطلع انتاج. واوريدي انا الاسيستنت، الاثنين اللي جايين معايا النهارده هم دي. اصلا كانوا ايوه المساعدين بتوعي. هم مش مساعدين، هم اهلي برضو. اكيد. فلانهم بيفضلوا معايا طول اليوم وبيساعدوني في كل حاجه، وبقوا شطار جدا وبينتجوا. يعني انا فستاني ده هم اللي عاملينه، وعامله واحد زيه قبل كده نفس الديزاين بس ابيض في اسود، كان جميل، وهم اللي مقفلينه. انا بقص حاجه وهم جميله. فهم بناتي يعني. خلينا نخرج فاصل قصير ونرجع نعرف اكتر عن تجربتك ونشوف بقى الشغل ان شاء الله. فنخرج يا رب فاصل يعجب. ونرجع مره تانية مع دعاء نصر مصممه الازياء الاتيه رأسا من البحيره تحديدا من ايتال البارود. خليكم معانا. لسه مكملين فقرتنا، فقره الموضه، مع مصممه الازياء اللي جايه لنا من البحيره دعاء نصر، اللي هتقدم لنا مجموعه من تصميماتها وخصوصا فساتين الزفاف. هنتعرف اكتر على شغلها وهنتعرف على اخر صيحات الموضه في فساتين الزفاف. قولي لنا بقى يا دعاء، ده اول طلع علينا. ايوه، ايه رايك؟ ده مفكرني بفاتن حمامة وشادية وال أيوة. الفترة اللطيفة الظريفة. أيوة. دي بشكل مودرن برضو، في تطريزات بسيطة وفي نفس الوقت مش
مش عريان قوي، مش مبتذل، فاهماني؟ لا 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 ده حلو جدا. تقيل ومش تقيل بقى وجبونات وديول ونشيل وكده. طب سؤال بقى، يعني أيوه. عاده فستان العروسه بيبقى فيه تخيل ان هو بيبقى منفوش بديل طويل، أيوه. يعني في حاجات في الصوره الذهنيه عند البنت. ايوه قولي لنا انت، يعني البنات في البحيره او في محيطك اللي بيجي يشتري، ايوه ما عندوش مشكله ان هو يخرج من القالب ده؟ يعني ده الفستان مش طويل قوي. لا ومش تقليدي. ايوه لان معظم البنات خالص. ايوه معظم فستان عروسه يعني. ايوه أوه. ايوه أوه. هو دلوقتي البنات كمان بتلبس مش فستان واحد، بتلبس اتنين، بتغير الفستان التاني بيبقى بسيط علشان خاطر هي هتمشي بقى، فمش عايزه حد يشلها وحد أيوة يعمل لها. وفي نفس الوقت لا مش كل البنات بتحب طبعا تلبس حاجات بديول، في بنات بتحب البساطه وبتحب الحاجه يبقى شكلها رايق كده، مش يعني ما فيهوش تكلف، فالديزاين بسيط وشيك وفي نفس الوقت يعني روحه حلوه. طب وانت مش عامله طرحه، يعني هي حاطه في شعرها زي ما انا حابه ان هي تبقى مرتاحه، مش حاسه ان في حاجه جراها وراها. طب ولو هتحطي طرحه اللي هي اول ظهور ليها، يعني هنحط طرحه طول بسيطة جدا. بس عادة بياخدوا من الطرحة، بياخدوا روح الفستان ويحطوها على الطرحة. هنحط طرحة طول. ويبقى طوله ايه بما ان الفستان مش طويل؟ طول الطرحة هتبقى طول الطرحة قصير زي فاتن حمامة كده. ايوه واضح. انت متأثرة جدا بالحكاية. طب بالنسبة للتطريز اللي على الفستان، هل ده تطريز يدوي ولا ده تطريز؟ ده تطريز يدوي. احنا بنجيب خرز وحاجات معينة ونقعد بقى بالخيط والإبرة والدنيا بتظبط معانا وتطلع الحاجة شكلها جميل. لا بس فعلا فستان مختلف تماما. لا بصي بقى وغير تقليدي. قلت لنا حقبه الستين. انت فعلا ايه رايك؟ بس بروح مودرن بتتلبس عادي. لا وانا حاسه ان هم عارفين يمشوا فيه ويتحركوا. ايوه هتعرف تتصور وهتعرف ترقص وهتعرف تهيص وشكلها شكلها حلو قوي. وعروسه تعرف تتحرك براحتها. شبه عارفه وكمان ماجده. ايوه ماجده في الفيلم. ايوه مع عبد الحليم حافظ. اللي هو كان مغني لها عقبالك يوم ميلادك. بس تاني كان بجيبون. أيوة كبير قوي وكان منفوش اكتر. ايام الابيض واسود. ايوه ما كانش فيه الشولدر دوت بالظبط. احكي لنا عن الخامه. من القوالب خالص. الخامه هنا ايه؟ الخامه دي دانتيل واحنا حاطين تحتها بتنبر ساتان. والزراير من نفس القماشه وعاملين تول على الكتاف بشكل شيك. أيوة. وعاملين فيهم كوره تدي شكل لطيف والديزاين جميل اهو ما شاء الله وحلو وماشيه. طب فكره الجوانتي، فكره الجلافز جات لك منين؟ يا هو بقى روحه حلوه كده، تحسها ملكه كده، هانم كده. ايوه ايوه. طب احنا نقدر نقول ان الكولكشن بتاعه صيف 2023 او سنه 2023 أيوة. نقدر نقول انها مستوحاه من الستينات من الفتره دي ولا نقدر نقول ان انت هو ده اللاين اللي انت بتحبيه؟ هو ده الخط هو اللي انت هو ده اللاين اللي انا بحبه وبفضله. بس هو فعلا الفتره دي هم مصممين الازياء بلا استثناء متجهين للدانتيلات جدا. اوكي. فلانها خامه مريحه وراقيه جدا وبتقدري توظفيها باكثر من شكل. صحيح. ايوه فانا موظفاها برضو في الفستانين التانيين بس بشكل مختلف تماما. طب الفساتين دي بما انها ما فيهاش الشغل الثقيل بتاخد وقت قد ايه عشان العروسه تستلم؟ هي تبان بسيطه لكن بتاخد شغل ومجهود فظيع. طبعا بصي الجيبونه وال ايوه طبعا احنا بنسحب على جوميه وبنسحب بشكل مظبوط علشان ما يبقاش فيه هوا في الفستان والحاجات دي بتاخد وقت وتكنيك وفينشنج فظيع. يعني تاخد وقت قد ايه مثلا؟ يعني العروسه تجيلك قبليها بقد ايه عشان تصمم لها فستان الزفاف؟ يعني بثلاث شهور ولو هي مزنوقه قوي ممكن نخلصه لها في ثلاث اسابيع. يا سلام ده ايه ده؟ شفتي ده بصي بقى كبير جدا. مفيش بعد كده. انا قلت هتقولي ايه في شهرين؟ لا ما هي لما تيجي تعيط لك هتعملي ايه؟ هتجي تخلصوا لها في ثلاث اسابيع. طب والبنات دلوقتي حابين ان هم يخرجوا من الشكل التقليدي يروحوا للافكار دي؟ جدا فعلا جدا جدا. ايوه طبعا. البساطه حلوه في كل حاجه. ده حقيقي. مش لازم نبقى كلنا شايلين ومكلفين في نفسنا كده، مفيش تكلف كده، تبقى الحياه بسيطه. الدنيا بسيطه. هي مش بسيطة بس احنا هنعديها. بتتابعي الموضة العالمية؟ بتعرفي الدنيا رايحة فين؟ مين بيعمل أكيد ايه؟ اكيد بس مش كل الموضة العالمية بتناسبنا لان احنا برضو مجتمع شرقي طبعًا. لنا عاداتنا ولنا تقاليدنا وفي نفس الوقت مش لازم نبقى نقلدهم. ايوه ومش لازم نطلع من عبايتنا يعني. صح احنا صح. لنا افكارنا برضو طويل وبديله علشان ما مش حرمينكم من حاجة. ايوه بس مش مضايقها. أيوة. لا خالص. وده بقى ساتان؟ ده ساتان. ولكن القماشه اللي على الكتف ده يعتبر ايه؟ دانتيل ولا يعتبر ايه؟ ده دانتيل. دانتيل على طول. وفي
فكره الزراير برضو انت متبنيها هنا مع الحركه اللي ايوه لان الصدر فاضي قوي فلازم يبقى في حاجه في لطافه كده تشغله. ايوه لطيف جدا. ايوه وبعدين فستان زي ده ممكن يغنيكي عن الطرحه على فكره، وممكن يبقى كاتب لو فكره اللي في شعرها لطيف قوي. قوي وفعلا ممكن يبقى فستان كتب كتاب. في ناس مش بتعمل افراحها برضو بشكل صارخ وضيوف كتير وكده، لا بتبقى في ناس الدنيا معاهم اصغر وبيحبوا تجمعات بسيطه، الناس القريبه قوي كده يعني، فبتبقى طب الدنيا. احنا لو فكينا التول اللي من ورا ده نقدر نستغله نغير بيه الموديل ولا ما ينفعش؟ هو اوريدي انا كنت مصوراه على موديل قبل كده، كنت ملبسه لها على الوسط يعني مش نازل على الكتف، مش على الشولدر، ومربوط من ورا في يونكه كبيره زي الفستان اللي قبله. احنا ممكن يعني نلبسه بطريقتين. هو اوريدي الفستان ده اتعرض قبل كده. طب سؤال، انت متبنيه في كل فساتينك الابيض الابيض يعني، ما رحتيش زي ما ناس كتير غيرت للاوف وايت شويه سكري؟ لا عملت شامبين وعملت بيجي فاتح خالص وعملت الاوف وايت وعملت الابيض الابيض، فكل واحده على حسب لون بشرتها وعلى حسب هي حابه ايه. في بنات بتحب التطريز الكتير قوي وتبقى تقول لي لا انا عايزه احس ادخل كده ابرو كده بنور انا عايزه انور كده، وفي ناس لا بتحب البساطه وانا كمان بحب البساطه. هو فعلا البساطه مفيش احلى بتبقى احلى كتير. صحيح. طب احكي لنا بقى على الفستان اللي داخل دلوقتي ده. انت ايه رايك؟ حلو جدا. برضو ده ساتان والكمام حبيت اعملها شيفون عشان تديله كده يعني روح حلوه كده وتحس ان هو راقي قوي كده. والكورساج من فوق برضو دانتيل. والديل عملته برضو دانتيل في تول كده، وعملت تحتيه طبقات تول عشان يبقى شفاف قوي. وممكن عادي لو حد عايزه مقفل قوي قوي نعمل له بطانه مفيش مشكله. تمام. وده يحتاج طرحه. ده ما بتفكش صح؟ لا 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 ده ماسك في الفستان لانه مش طويل. أيوة. فمش هيضايقها في حاجه. وممكن تعملي له طرحه من نفس الخامه دي. من نفس الخامه طويله بقى. ماشيه كده توصل لغايه الديل مع ايوه. حلو جدا. مختلف كمان. والكمام واسعه. بنات كتيره بتبقى مش عارفه تعمل ايه بفستان الزفاف بعد ما بيخلصوا الفرح. ايوه. فبتقترحي عليهم ايه؟ هل ممكن ان هم مثلا يغيروا الموديل ولا يصبغوه ولا يحوشوه كده ويشيلوه لبنتهم؟ مؤخرا في بنات اساسا بتدي فساتينها لحد غيرها. تأجره تديه لها محبه. مظبوط. تديه لها بمبلغ رمزي علشان مش كل الناس بتحب تكلف الفساتين، لان الفساتين برضو مش كلها اسعارها بسيطه. اكيد في فساتين بتكلف لان الماتيريال برضو مش بتبقى سعرها رخيص. صح. بتبقى عشان تجيبي خامه كويسه بيبقى سعرها عالي برضو. اكيد. فالبنات دلوقتي بتعمل كده. فدي فكره ممكن نساعد بيها بعض برضه. دي طبعا ده فكرة حلوة. تنفيذ بناتك زي ما بتقولي عليهم يعني انت وبناتك. أيوة الشغل. أيوة ده كله. أيوة. طب معلش ممكن تجي لنا هنا لو سمحتي، انا عايزه اشوف التقفيل. شوفي التقفيل. بصي التقفيل يا شيرين والخياطه الجنب على الجنب مظبوط يعني. حلو رقيق جدا 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 الحمد لله. بجد تعب سنين ده. تعالي مش بقى من هنا فراغ ده. شقة ده برضو. لا جميل تسلم ايديكي. انا بصراحه اقول لك الحق، قولي. انا كنت فاكره بصراحه ان انا هشوف بقى كهارب وحاجات. ايوه وبرهره بقى وكميه فشوس جايه من ايطاليا البارود بقى. عفوا يعني لا خالص. بس لانه صح في ناس زي ما انت قلتي بيحبوا انا عايزه اخش. ايوه الناس كلها كده. ما احنا بنعمل ده برضو بس بنعمله بشكل حلو. يعني بشكل حلو عينيكي تبقى مرتاحه وهو ده المهم. بتشوف الفستان. كل الاميرات اللي تزوجوا مؤخرا في السنين الاخيره كله فيري سيمبل. بساطه يعني. هي تقدر تعمل شغل السنين. أيوة. بس هي اختارت لمه شعر ناعمه او تسيبه بنعومه وفساتين ناعمه، فقمه الرقه يعني. ده الاحلى. مرسي. حتى هي تبان. لا في رقي كمان وسط كل. ايوه لا هي البساطه والرقي والنعومه زي ما شيرين كانت بتقول مهم جدا عشان خاطر الست تبرز او البنت تبان انوثتها وتبرز جمالها. صح. يا ماما الله يديها الصحه دايما تقول لي كده البساطه حلوه في كل حاجه. صحيح. وهي تعتبر شريكتي في كل حاجه. فالبساطه تكسب في كل حاجه ومامتي تكسب في كل حاجه. طب قولي لي انت ورثتي مثلا حب تصميم الازياء ده مثلا عن والدتك او حد من قرايبك او بصي زمان حد ما كانش في ست بيت ما بتعرفش تخيط. طبعا احنا كنا بناخد دروس خياطه في المدرسه. ايوه ولو حتى بتجتهد.
صح. وهي بتحاول تعمل لاولادها تظبط بيتها بالطريقه اللي تناسبها. فانا مامتي وخالتي الاثنين بيعرفوا يخيطوا بس على قدهم على قد زمانهم. يعني ما كانوش بيعملوا لك فساتين للعيد الميلاد؟ كانوا بيعملوا لي. ربنا يديهم الصحه فضلوا يعملوا لي. يا رب. اجي اعمل ديزاين تقول لي لا اعملي كذا، لا كده ابسط، لا كده احلى. لا ربنا يديهم الصحه ويبارك في عمرهم. وكل الستات المصريات كده على فكره. ولو جت لي اي عميله وتيجي معاها مامتها تقول لي خلي بالك انا بعرف اخيط، انا كنت خياطه زمان، ده انا لو وريتك حاجتي ده انت على فكره اوعي تفكري نفسك يعني ان انت ديزاينر علينا. فكل الستات بتعرف تخيط طبعا. أيوه. مين البنات والستات اللي بيجوا لك عشان يتعلموا؟ يعني سن ايه؟ عايزين ايه؟ بصي انا علمت بنات عندهم 13 سنه وعلمت ستات عندهم 50 سنه. ياه. والله العظيم انا كان عندي ست الله يديها الصحه يعني كان اسمها صالحه وهي صالحه فعلا. كانت ست كمل كده عسوله وجميله وما شاء الله عليها شغلها جميل ودلوقتي فتحت شغل خاص بيها ما شاء الله. وعلمت بنت كان اسمها رضوى كانت من الصم والبكم وكانت شاطره جدا كان عندها 13 سنه يا حبيبتي او يمكن اقل كمان. كانت شاطره ممتازه جدا. فاحنا بنعلم اي حد حابب يتعلم وشايف نفسه في المكان ده. انا بسالها انت عايز تعلمي ليه؟ تقول لي نفسي انا حاسه ان انا هقدر اعمل حاجه. بس اللي يديني المعلومه صح عشان اقدر اطبقها صح. والحمد لله ان احنا بنعمل ده. فاحنا بنعلم كل الناس وبنساعد دايما الستات الارامل طبعا والمطلقات والبنات اللي عايزه تساعد نفسها بنفسها وبنعمل لهم خصم كمان. وبيبقى قد ايه الكورس تقريبا؟ الكورس بيكون 3 شهور بتطلعي منه ما شاء الله عليك يعني ده بتعرفي تعملي كل حاجه. جربت ترزي بريمو. انا حاسه ان شيرين هتغير الكارير. والله عندنا مكنه في البيت يعني عايزه اجرب يعني بس دي جزء من جهاز نتاي البارود يعني المكنه السنجر السوداء. ايوه انا محتفظه بيها لحد دلوقتي في الاتيليه بتاعي وكل العملاء بتوعي عارفيني. انا جدتي كانت عندها هي مكنه ده لازم هي مكنه مامتي وكانت بتاعه خالتي فاحنا خدناها منها حطها في الاتيليه كده تشرف بالتاريخ تشرف بالناس الحلوه دي. طبعا ايوه طبعا. طب قولي لي بقى البنات لما بيجوا عندك ايوه وبيبقوا شاطرين وكده انت قلتي انك مثلا في اتنين منهم اصبحوا مش دول بس مش دول بس المساعدين بتوعك كان في قبليهم وكان في قبليهم وبيروحوا ما حدش وبعد كده بقى. ايوه طبعا بيفتحوا شغلهم وانا بفتخر بيهم وبشجعهم. ولو حد مثلا عندنا بيسال على الجروبات بتاعه البنات انا فصل عند مين والاقي اساميهم بشجعهم عمري ما بتضايق لان نجاحهم من نجاح طبعا أكيد. مش كل الناس لان مش كل الناس عندها الروح دي ومش كل الناس اصلا بتعترف ان انت علمتيها او كنت سبب في ده. بس انا ما عنديش مشكله لان انا من الاول حاطه ده في اعتباري ان انا بعلم من باب ان انا اعلم لان انا اساسا دارسه فمش واخده لا انا صنعه يعني صح. هي صنعه صح طبعا هي صنعه وانا مبسوطه ان انا بقرا انا بقيت حريره. ربنا يفتح عليكي اكتر ويزيدك لان انت عامله حاجه حلوه قوي. ربنا يخليكي نورتينا.